يضم معنا هاتفيا المستثمر في زراعة النخيل الأستاذ يونس الصبحي. أهلا بك أستاذ يونس، مساء الخير. إذا هناك ارتفاع في صادرات المملكة من التمور يعني أكثر من 7% وأيضا ب 17% في الكمية خلال عام 2020، يعني إلى ماذا تعزو هذه الزيادة في إنتاج التمور لدينا في المملكة أستاذ يونس؟ جزاكم الله خير وأهلا وسهلا فيكم وشكرا لإتاحة الفرصة للمشاركة. أولا الحكومة السعودية أولت الاهتمام وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله للتمور في المملكة وإنتاجها. ثانيا جودة إنتاج التمور في المملكة جعلتها في قمة الصادرات، قمة المنتجات في جميع أنحاء العالم. التسويق أو المهرجانات الترويجية للتمور وتوضيحها في جميع أنحاء العالم من حيث المعارض من مجلس الغرف أو تنمية الصادرات، هذا أدى إلى ارتفاع التمور مع الجودة وحسن الترويج للتمور المملكة العربية السعودية. جميل أستاذ يونس، يعني مع هذا الارتفاع الكبير في صادرات التمور وفي كذلك في الانتاج، هل نتوقع يعني داخليا أن تصبح الأسعار في التمور ويعني ممكن ما نشهده خلال يعني موسم أو المهرجان غدا في بريدة أن يكون هناك انخفاض في أسعار التمور بشكل كبيرة، هل تؤثر هذه الزيادة من الانتاج في الأسعار؟ بصراحة يعني الآن لا يوجد مقياس للتنبؤات المستقبلية للتمور بسبب الوباء العالمي كورونا، أدى إلى فقد بعض التسعيرة، بعض القيمة الحقيقية للتمور. ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاضات، لكن جودة التمور ووقت يعني تجميع التمور ووضعها في الثلاجات هذه الأيام والانتظار للموسم الإسلامي لاستهلاك التمور سوف يؤدي إلى ارتفاع كبير في التمور، وذلك بسبب يعني جودة التمور في المملكة. أنا أحد المستثمرين في أحد الدول العربية وهي في مصر وفي مجلس الاستشاريين للتمور. تمور خارج المملكة جودتها تقريبا لا ترقى إلى جودة تمور المملكة العربية السعودية، لأنه المناخ، مناخ المملكة مناخ عالي للتمور. سمعة تمور المملكة الآن بدت في الارتفاع بعد ما الناس، بعد ما شريحة المستهلكين جربوا تمور الأخرى وجدوا أن تمور المملكة العربية السعودية خاصة القصيم والمدينة المنورة والخارج والرياض، جميع مناطق المملكة تتنوع بأنواع لا يوجد لها مثيل في أي مكان في العالم. بعض الدول العربية عندها تمور صنف أو نوع معين جودته أفضل من بعض تمور المملكة، لكن لا يرقى للمجمل العام للتمور لتمور المملكة العربية. جميل أستاذ يونس، يعني من خلال حديثك تذكر أنه جودة التمور لدينا في المملكة مهما كانت هناك غزارة في الإنتاج لن تؤثر في قيمتها بشكل يعني كبير للجودة على مستوى العالم، لكن هل من الممكن أن نشهد خلال الفترة القادمة استغلال مثلا لبعض، إن صحت التسمية يعني وصحح لي فيها أستاذ يونس، استغلال التمور مثلا ويعني انخفاض مثلا الطلب إذا كان هناك مشكلة في الإمدادات العالمية في استخدام التمور في بعض دعنا نقول الصناعات التحويلية أو بعض استخدام التمور في منتجات أخرى؟ المملكة العربية السعودية بدعم من خادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد محمد سلمان حفظهم الله، كان له الأثر في وضع خطط طويلة المدى، خطط جيدة في تصنيع أنواع مشتقات للتمور وتمويلهم للمصانع.
في المملكة العربية السعودية أدى إلى إنتاج كثير من مشتقات التمور في المملكة العربية السعودية. والمجالس ومجالس التمور الآن ترقى دائما للنهوض بالتمور في المملكة العربية السعودية، ونحن يعني قبلة العالم الإسلامي والعالم أجمعوا في إنتاج التمور. الحمد لله إنتاج التمور ليس من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرات السنين، لا، نحن إنتاجنا من مئات السنين. وأتذكر قول الملك فيصل رحمه الله: نحن المملكة العربية السعودية مستعدين نستغني عن البترول ويكون السلعة الأساسية عندنا التمور. التمور هي موازية للبترول في المملكة العربية السعودية، وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف يحسن استغلالها بالأفضل والأفضل إن شاء الله بإذن الله. أشكرك ضيفي عبر الهاتف المستثمر في زراعة النخيل الأستاذ يونس الصبحي، شكرا جزيلا لك.